الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا الاخوان، حنا جينا اليوم اعتصمنا حنا البلديه دريوش على حساب المنحه اللي ما تصرفاتش الفريق الوفاء الرياضي دريوش، وكان سبق لينا جينا هنايا واستقبلونا ومشينا عند العماله وهضر معنا الكاتب العام نيابه على السيد العامل. هضر معنا قال لنا بالله البلديه راه كيكتبوا عليكم، راه البلديه ما فيهاش فلوس، ما عندهم ما يصرفوا للفرقه. ودابا كنجينا البلديه اليوم ما استقبلنا حتى واحد، ما دافينا حتى واحد، بحال هذه الفرقه هذه يتيمه ما عندها حتى حد. وكنتمنوا ان شاء الله يهديهم الله، يهديهم الله ويشوفوا في هذه الفرقه ويعاونوا هذا الرئيس هذا اللي ما غيلقاوهش، هذا الرئيس هذا اللي كيوقف مع الفرقه ديما وكيساند من ماله الخاص، كيعاون الفرقه وكيخسر من ماله الخاص. نتمنوا هاد الناس هذا يهديهم الله ويشوفوا شنو غيديروا معنا ويشوفوا شنو غيديروا مع هذا الفريق. وراه غدا ان شاء الله الفرقه راه غادا من دي بلاصه غدا ان شاء الله الخنيفره، والفرقه راه في واحد الازمه خانقه. دابا حتى غدا راه يقدر محال ما غيمشيوش يلعبوا في خنيفره على حساب الازمه الخانقه اللي كاينه. ونتمنى ان شاء الله يدخلوا في اقرب وقت، يدخلوا في اقرب وقت ان شاء الله باش نمشيو نلعبوا الماتش غدا ان شاء الله، وتكون الفرقه في خير وعلى خير ان شاء الله. الفرقه دابا راه صوفات الحمد لله، استطعنا نصوفيو الفرقه بفضل اللعابه كاملين والرئيس. ودابا اللعابه اللي ضربوا معنا تماره وصوفوا الفرقه حتى هما دابا كيتسناوهم واحد يمشيو بحالهم، خصهم يتخلصوا. اغلبيه ديال اللعابه راه ما تخلصوش 3 شهور، وكاين اللي كيسال 3 شهور وجوج بريما وربعه البريمات وزائد بريم سينياتور. وكنتمنى الله يهديكم وتشوفوا في حال هاد الدراوش هادو، هاد اللعابه هاد راه لعابه الكره كاملين، راه كيكذب عليك الكذاب، اللعابه ديال الكره كاملين راه ما كيمشي يلعب كره حتى واحد، كتكون دعوة بلا ما نقول لكم ابوبريا اللي كيلعبوا كره. الله يهديكم علينا. السلام عليكم ورحمه الله.